زد رصيد جاي. السلام عليكم واسعد الله صباحكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من فقرة كلام اليوم. عذرا على الغياب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وفاة ابن عمتي محمد الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله، ويسكن فسيح جناته ويجعل ما أصاب هجر وتكفير الله يا رب العالمين. والله يصبر والدته ووالده ويصبرنا جميعا على فراق محمد. قبل ما رحب بالنقاد ودي أعرض هذا المقطع وبعد كذا نرجع ونعلق عليه ونستكمل بقية حلقتنا. طيب طبعا هذا هو اخوي دحوم. دحوم ايش شكله؟ ارفع صوتك. العيب صفك كان صفك. الله يسلمك. هذا صفقة احلى صفقة اصلا. اي والله. حمود حبيبي. طبعا محمد هو اللي كان في الكرسي. محمد لما جاني في زيارة لما كنت متسابق كان حصل له حادث، ولما دخل المستشفى الاستشاري أبلغ عمتي وأبلغ والده بأن محمد توفى، انتظروا عليه بس لما نعلن خبر وفاته، وإن عاش فراح يعيش فاقد للبصر، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. بعد أربع شهور محمد عاش وجاني في الزيارة وكمل من عام 2018 إلى عام 2024. 2019 محمد حفظ القرآن كاملا وتوجنا في حفل عائلي. 2020 توفى أخو محمد عبد الرحمن الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته بعد حفظ القرآن وبعد احتفالنا فيه. طبعا عام 2024 انتقل إلى رحمة الله محمد ليلحق بأخوه عبد الرحمن وأخته رزان اللي توفت غرقا. من هذا المنبر أنا أوجه إلى عمتي شيخة الموسى، هذه المرأة الصابرة، هذه المرأة الملهمة، هذه المرأة الجبل، هذه المرأة اللي تعلمنا منها شيء الكثير. هي أكبر عماتي وهي في مقام والدتي. يعني بالأمس انتهينا من عزاء محمد، ولكن بقيت هي صابرة وبقيت امرأة ملهمة وتطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. من الصعب أنك أنت تفقد ثلاثة من أبنائك، كان هذا الأمر مؤلم بالنسبة لنا في العائلة. أذكر حتى في اليوم الأول اللي أنا جيت فيه للعزاء كنت أفقد كل الكلمات اللي ممكن أقدر أواسيها فيها، أو كل الكلمات اللي أقدر أنا أعزيها فيها، ولكن أنا وجدت أمامي امرأة صابرة وتطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. الله يرحمك يا محمد، الله يرحمك يا عبد الرحمن، والله يرحمك يا رزان، والله يطول في عمرك يا عمتي ويخلي لك عيالك الباقيين إن شاء الله، ريان وفارس وعمر. كنت أفكر كثير أني أبدأ الحلقة بهذا الموضوع أو لا، ولكن محمد كان يحب القناة وكان يتابعها وكان يعني أمنيته أنه يكون متواجد فيها، والحمد لله كان موجود ضيف. وكثير من الناس كان يتوقع أنه هو من هذاك الوقت هو مقعد وبسبب الحدث توفى. لا، محمد عاش 7 سنوات وتخرج وقبلوه في الجامعة وحفظ القرآن الكريم، ولكن الله أراد أنه في هذه السنة أنه يتوفى، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يومه باقي، أن أمه وأبوه يستمتعون فيه هذه السنوات ويتوفى بأمر طارئ. والله اللي يعني أنقذه من حادث كان مميت. كانت تصلني الكثير من رسائل وكثير من القصص، يقول لك من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبة. البيوت فيها من القصص ما الله به عليم، فدائما وأبدا لا تدخلون على الناس بكثرة السؤال، لا تدخلون على الناس بكثرة الملامة، لا تدخلون على الناس بكثرة العتب. وهذه رسالة أنا أوصلها لكل الأشخاص اللي خلال الفترة الماضية كانوا يسألون عن موضوع سبب الوفاة وما إلى ذلك، خصوصا أنه 3 توفوا. مرهق الموضوع أنه في كل جلسة، في كل مناسبة، في كل شخص أنك أنت تجلس وتشرح له التفاصيل، هذا توفى بحادث، هذا توفى بغرق، هذا
كل اللي عليكم انكم انتم تدعون لهم بالرحمه. يعطيكم العافيه. صباح الخير علي. صباح الخير عليك اخوي تركي وعلى جمهور عزائنا لك ولعائلتك عائله الموسى، اسال الله يغفر له ويرحمه. والمؤمن يبتلى بقدر ايمانه، ربما جعل الله سبحانه وتعالى هذه اختبارات لعمتك هذا الشيء ورفعت لدرجاتها وتمحيصا لذنوبها، اسال الله ان يغفر لابنائها ويرحمهم ان شاء الله يا رب، ويجعل ما اصابهم تكفير وتمحيص ورفع درجاتهم يوم القيامه. هذا الشيء يدل على انها مؤمنه صابره محتسبه، والمؤمن ما يبتلى الا بقدر ايمانه. شكرا لك تركي. صباح الخير فهد. صباح النور. الحمد لله الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي قهر عباده بالموت. الله سبحانه وتعالى جعل الموت هذا سنه يقهر به خلقه جميعا، انسهم وجنيهم عاقلهم ومجنونهم، جميع خلقه يموت. لكن يتباين الناس في التصرف اثناء لحظه الوفاه. الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، وانا اليه راجعون. ايش المكافاه اللي اعطيت لهم؟ قال عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هذا اللي عليهم صلوات الله ورحمته، والذين شهد لهم الله سبحانه وتعالى بالهدايه هم من باب اولى انهم في اعلى المنازل في الدنيا والاخره. وهذا ما نشهد به مما سمعنا لك خالتنا شيخه، نسال الله تعالى ان يجبر كسره، ونسال الله تعالى ان يبدل هؤلاء الابناء اهلا خيرا من اهلهم ودارا خيرا من دارهم، وان يجعل ان يجعلهم شفعاء لاهلهم. للامانه شوف عمر الانسان قصير، الحياه عجيبه يا اخي، عمر الانسان لا يتجاوز 100 سنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. الحضيض هو الذي يضمن تذكرة الدخول للجنة. كيف يضمن الإنسان تذكرة الدخول؟ أن يكون له ابن أو بلوى يبتلى بها في الدنيا فيصبر عليها. مثل الخالة الشيخة الآن توفت لها ابنة غريقة، والغريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شهيد، والشهيد يشفع في 70 من أهله. والآن هذا لا زال في ريعان شبابه، سأل الله تعالى أن الله يعيضه له الجنة. صبروا عليه وعالجوه وقام وحفظ القرآن، الآن ألبس أهله تاج الوقار. سأل الله تعالى أن الله يجبر مصابه. الأمانة أني أعتقد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون دائما أكثر أهل الأرض ابتلاء الأنبياء، ليس لكره الله سبحانه وتعالى لهم، وإنما لشدة محبته لهم حتى يرفع منزلتهم في الجنة. فلذلك لاحظ، والله لا يبتلى في من المسلمين أحد إلا وتجد في وجهه نور وعليه قبول، وتجده راعي دين وراعي صلاة، وإن الله يسوقه إلى الطاعات سوق، وإن الله يوفقه في العمل الصالح توفيق عجيب، لأنه يقربه، يحاول يقربه بالعمل الصالح ويقربه بالابتلاء ويقربه حتى يجعله في حظوة يحسد عليها الناس جميعا يوم الحشر. نعم. سبحانه. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم، وعمتي شيخة تتابع حلقتنا اليوم، وأكيد راح تتابع ردود أفعالكم في تويتر، وما لنا إلا أكيد الدعاء لها. عاد يعني كتابعين الحلقة، كل اللي بيصير في الحلقة هذا لسنا مسؤولين عنه، كان في فترة غياب، اليوم جايين ومحملين بمحاور عدة. خروج عبد الله الزهراني في البراين، هل تعتقد يا فهد أنه خرج برغبة من